موجز للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، جدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس دعم الجزائر الثابتة والراسخة للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع على طريق انتزاع حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. السيد الرئيس دعا في رسالة بمناسبة إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني للمشاركين في احتفائية خاصة نظمتها سفارة دولة فلسطين بالجزائر بالتعاون مع ممثلية الأمم المتحدة بالجزائر، دعا إلى ضرورة محاسبة المحتل على جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ما فتئ يقترفها في حق الشعب الفلسطيني. رئيس الجمهورية أبرز في رسالته التي قرأها وزير المجاهدين وذوي الحقوق العدربيغة أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه السنة يحل في ظرف خاص جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل وسط تقاعس دولي صارخ ومشين عن وضع حد لمخلفاته الفظيعة والتي داس بها ومعها المحتل الإسرائيلي على كافة المواثيق والأعراف. في هذا الظرف القاتم والخطير تجدد الجزائر دعمها الثابت والراسخ للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع على طريق انتزاع حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والسيدة على حدود ربع جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف مثلما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية. كما يقول السيد الرئيس، كما تشدد بلادي على ضرورة محاسبة المحتل على جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ما فتئ يقترفها في حق الشعب الفلسطيني، وتؤكد رفضها وإدانتها الشديدة لأي محاولة يائسة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري وتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف بكامل مقدساتها الإسلامية والمسيحية. وستواصل الجزائر من خلال عضويتها الجارية في مجلس الأمن الدفاع بصوت عال عن موقفها هذا المتسق تماما مع مبادئها الثابتة ومع التزاماتها تجاه ميثاق الأمم المتحدة. في التعاون العسكري وفي اليوم الرابع من زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التقى السيد الفريق أول سعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس. التقى مع سعادة الفريق الركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي وكيل الحرس الوطني الكويتي. وخلال اللقاء تناول الجانبان العلاقات العسكرية الثنائية وسبل تعزيز التعاون العسكري بين جيشي البلدين الشقيقين. وبالمناسبة ألقى الفريق أول سعيد شنقريحة كلمة عبر خلالها عن سعادته بزيارة دولة الكويت التي تربطها مع الجزائر علاقات أخوية تمتد جذورها إلى ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة. من جهته، أثنى وكيل الحرس الوطني الكويتي على دور الجزائر كفاعل إقليمي يحظى باحترام شركائه على المستويين العربي والقاري والدولي، متمنيا أن تكون هذه الزيارة لبنة أخرى على مسار الارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى مداه المأمول. هذا وكان للسيد الفريق أول سعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لقاء ثنائيا على انفراد مع الشيخ مبارك حمود الجابر أصباح رئيس الحرس الوطني الكويتي.
حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل تجسيد تعاون عسكري متنوع في ظل الديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يقضي بإنهاء مهام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي بناء على طلبه لأسباب صحية. في ملف الصحراء الغربية، تستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة ابتداء من اليوم الندوة الأوروبية 48 للتنسيق ومساندة الشعب الصحراوي أوكوكو، والتي تشكل منصة جديدة للمرافعة من أجل حقوق الشعب الصحراوي المهضومة ورفع الظلم الذي يعانيه منذ نحو 50 سنة. الندوة التي تحمل شعار أوروبا وإفريقيا قارتان موحدتان من أجل الدفاع عن تقرير المصير واستقلال الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، يبحث خلالها المشاركون آليات تكثيف الدعم والمساندة للشعب الصحراوي في مقاومته المشروعة ضد الاحتلال المغربي، والتشديد على التعجيل للسماح للشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف بتنظيم استفتاء تقريري المصير. في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم 19 بعد 400، حيث استشهد فجر اليوم 6 فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال منزلين بمنطقة مشروع بيت لاهيا وخان يونس ومنازل بحي الزيتون جنوب شرق محافظة غزة. كما ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون خلال استهداف منزل شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما جرح عدد من المواطنين في قصف طال جبالي البلد. هذا ويشهد شمال القطاع حصارا كاملا بهدف تهجير السكان ومنع دخول المساعدات بغرض تجويعهم. يحدث هذا في وقت أعلنت فيه المقاومة الفلسطينية في وقت سابق قصفها لتجمعات جنود وآليات الاحتلال المتوغلة وسط مخيم جباليا ومحور التوغل بمدينة بيت لاهيا. في لبنان، أكدت قوة الأمم المتحدة العاملة بجنوب البلاد اليونيفيل أنها شرعت في تعديل عملياتها بما يتلائم مع الوضع الجديد الذي صاحب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر أمس بعد أكثر من عام من العدوان الصهيوني المدمر. هذا وجدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي جدد الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار، واعتبره خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان وعودة النازحين إلى مدنهم، كما أنه يساعد على إرساء الاستقرار الإقليمي. في الرياضة، ولحساب الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فاز ممثل الجزائر النادي الرياضي القسنطيني خارج الديار على نادي الصفاقسي بملعب رادس بتونس بنتيجة هدف دون مقابل. وفي المنافسة ذاتها، سحق اتحاد الجزائر نادي أورابا يونايتد البوتسواني بنتيجة 6-0 على أرضية ملعب 5 جويليا بالعاصمة. بهذا نختم الموجز، أعود لألقاكم على رأس الساعة في نشرة مفصلة. شكرا لكم والسلام عليكم.